اهلين سميرة، تأخرتي؟ مرقت عند اخواتي بالمحل. خير؟ معرفش. رجاء؟ نعم. اخطف رجلك لبيت عمك ابو اسعد، ناديلي مروة وتعا. ماما الله يخليكي، هلا لسه انقطعت الكهرباء، بس شوي مشان الكمبيوتر. ماما الكهرباء لسه بدها ساعتين ثلاثة لبين ما تجي. محلك تحفظها للحارة العظيمة بقى. لذلك اخطف رجلك بسرعة وتعا. يلا. طيب.